تعرف عليه. ايوه من فين انت؟ من بني مطر. من بني مطر، طيب وايش اللي حصل معك؟ السيد هذا الزوجة تاعو ماتت، درت عملية، خلص العملية باسكو في مصر يخلصوا دراهم في أي مستشفى، على كل حال درت عملية وماتت. باش يدفنها لازم يخرجها من السبيطار، يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله. باش تخرج مرتك من السبيطار تروح للبوليس يعطيو لك ورقة وتروح تروح للسبيطار باش تخرجها، لازم بالفلوس. الراجل كي يبكي ماشي سهلة، الفقر وماشي خدام كما نص المصاروة ماشي خدامين، الضغط ان شاء الله ترتق تاني في مصر. والله العظيم غير على باليش كيفاش تخرج مرتك من السبيطار باش تروح تدفنها لازم لك دراهم. وراهو حق إكرام موتاكم، وراهو إكرام الميت. يسمى السيد هذا لكم ما عندوش دراهم ولا الفلوس كما تقولوا توما، مرتو ما يدفنهاش. يكفي الاسلام يقولك لازم الى ما تصبحي تدفن على مع الظهر، وإلى ما مع العشيه تدفن غدوه، ما يقعدش في الفريجيدار. وش بيكم؟ لا اله الا الله، الطف بينا يا رب.